في القرآن والسنة. تسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، يكتبها ويقدمها فؤاد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى سؤال جديد من أسئلة مسابقة الماء في القرآن والسنة. السؤال 20: واقع الناس في كل زمان ومكان يدل على مدى تعلقهم بزينة الحياة الدنيا وزخرفها والعمل لأجلها صباح مساء، إما طلبا للجاه أو طلبا للمال أو طلبا للشهرة. وقد ضرب المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه مثلا لهذه الحياة، وهذا المثل العجيب ضربه سبحانه لمن يغتر بالدنيا ويشتد تمسكه بها. والسؤال والمثل الذي نحن بصدده يتحدث عن تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذي أنزله الله تعالى من السماء فاختلط به نبات الأرض. وجاء هنا الحق تبارك وتعالى بمثل يراه ويعرفه كل واحد منا، وهو الزرع الذي يرتوي بماء المطر. فأراد المولى عز وجل أن يجمع لنا صورة الدنيا بمثل معروف، فكل شيء يأخذ حظه في الازدهار ثم ينتهي، كذلك الدنيا بكل جمالها وزخرفها الذي تراه فهي إلى زوال، كزوال الأرض التي ينزل عليها المطر. هناك آية في القرآن الكريم تتحدث عن تشبيه الدنيا بالماء الذي أنزله الحق سبحانه وتعالى من السماء. اذكر هذه الآية واسم السورة الكريمة. بشرى لنا هذه المسابقة مقدمة من وزارة الري والموارد المائية، وهي جوائز مالية ترسل الإجابات مجمعة في نهاية شهر رمضان على مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو الدور 5 إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مسابقة الماء في القرآن والسنة. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة، لوعد بلقاء جديد لكم، التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجعلنا الماء كل شيء حي. الماء في القرآن والسنة. تسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، يكتبها ويقدمها فؤاد حسن.